هلا أميرة. هلا عيني. شلونك؟ الحمد لله بخير. شو أخبارك؟ الحمد لله. مبارك هذا الجائزة. شكرا. احكي لنا عن مشروعك. كان مشروعي مبادرة اسمها أنت تستحق، أدعم الأشخاص المصابين بالبهاق، وكان حلمي إنه أوصل رسالتي بشكل صحيح للناس، وحتى أوصل رسالة لكل شخص مصاب بالبهاق إنه أنتم جميلين وأنتم مختلفين وإنه أنتم نادرين. احكي لي عن أجواء هاي. أكثر من رائع، ما قصروا ويانا هشام الذهبي والناس الكل الموجودين، ما قصروا ويانا. ألف مبروك. شكرا. أنت وقناة المشاهير العراق على رأسي. شكرا. هلا.